الربع نشكر فريق دعم قاعد الله يبيض وجيهم يجزاهم خير، ونشكر فريق دعم نواف بن منصور. وأنا بذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، علمتكم من أول أذكار الصباح والمساء يجي لازم نحافظ عليها، حنا ناسها ونلها لكن لازم نحافظ عليها. أذكار الصباح حصن وجر ونور في درب. أذكار الصباح تفضلها بعد صلاة الفجر الحين يا أخواني تقرونها، وأذكار المساء بعد صلاة العصر. الله يجزانا وإياكم خير.